أخبار اليوم. السيسي يستهل جولته الأسيوية بالإمارات العربية المتحدة. غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة خارجية تشمل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ومملكة البحرين. وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن زيارة السيسي تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للرئيس السيسي. وكان في استقبال السيسي الشيخ محمد زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وعقد الرئيس السيسي ومحمد زايد جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان السورية واليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين. العليا للانتخابات، جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان تسير بانتظام. أكد المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تلقت ما يفيد بالانتظام التام في عمل كافة اللجان الانتخابية الفرعية في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات، مشيرا إلى أن عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم تجري بكل دقة وإحكام من خلال إشراف القضاء. يتنافس 418 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقعد في هذه الجولة الانتخابية، وذلك بعدما تم إيقاف إجراء انتخابات في 4 دوائر انتخابية داخل 3 محافظات تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة. ماميش يعلن عن الصناعات المتاحة بتنمية محور السويس. أعلن الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس أن الصناعات المتاحة لإقامة استثمارات بمشروع تنمية محور قناة السويس تتمثل في تجميع السيارات والإلكترونيات ومناطق توزيع اللوجستية وإصلاح وتصنيع السفن وإتاحة الفرص لإقامة مشروعات في صناعات المنسوجات والصناعات الدوائية. إسماعيل لا يمكن إنكار التقصير في أزمة غرق الإسكندرية. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك تقصيرا في أزمة غرق الإسكندرية في مياه الأمطار، ولكن تم اتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدا أن كمية الأمطار فقط التوقعات والاستعدادات لم تكن كافية.